فرح انا قلت لحضرتك هم موجودين في مناطق سلسله جبال وعره ممتده في المثلث الحدود الايراني العراقي التركي، مناطق جبليه وعره يصعب السيطره عليها. اما موضوع سنجار قلت لحضرتك الموضوع نعم، يعني حتى هناك من اعتقد انه بالتقارب العراقي التركي الاخير وين لم تتضح معالمه بعد، ماذا تحقق بعد مخرجات زياره الرئيس التركي الى العراق؟ نعم. في موضوع التجاره، الامن، المياه وغيرها، ولكن واهم من يعتقد يعني موضوع حزب العمال سيتم انتهاء بسهولة. أنا أقصد هنا الجماعات الموجودة في سنجار، هناك الكثير من التشعبات الأمنية الأقليمية التي تتجاوز الأمن القومي العراقي. أتحدث معك بمنتهى الصراحة، هي نقطة توازنات أقليمية قلت لك مهتمة بها الأتراك العراقيين الإيرانيين الروس والأمريكان. الأمور ليست بهذه السهولة. أنا أقصد موضوع سنجار، وأيضا فيما يخص المناطق الأخرى الوعرة الجغرافية، يعني صعب جدا السيطرة على هذه العملية. نية التفاهمات موجودة، ولكن أنا أعتقد سلوك الدولة التركية القائم على يعني التصعيد وعدم احترام سيادة العراق. قلت لحضرتك ست فرح وأكرر، في يوم زيارة الرئيس التركي كان هناك قصف، يعني كان يعني من الأجدر على الأقل يعني انتهاء الزيارة ويعاود القصف. يعني هذا يعني هذه اللغة لا تناسب علاقات حسن الجوار، والعراق في حكومته الحالية حريص على حسن الجوار وعدم تشكيل تهديد للأمن القومي لدول الجوار. هذه أحد مرتكزات سياسة الحكومة السيد محمد شياع السوداني. طيب.